بالنسبة للمهجرين قسرا داخل العمق التركي، لا يمكن لهم العودة إلى عفرين، المناطق المحتلة من قبل الميليشيات أو الفصائل المدعومة من قبل القوات التركية، لما يعاني السكان من تلك الفصائل من ابتزاز ومن اعتقالات تعسفية ومن قتل وانتهاكات لا تمد للإنسانية بصلة. أنتم شاهدتم أكيد يعني الشيء اللي يخلي الناس ترجع على بيوتها، خلينا نحكي بالعامية شوي، الشيء اللي يمنع الناس من العودة إلى بيوتها، طبعا يعني تقريبا صار في تغيير ديموغرافي. المدينة عفرين ذات الطابع الكردي، اليوم يحاول أردوغان أن يحول هذه المدينة إلى عربية تركمانية، وهذا أكيد يعني منافي لكافة القيم الإنسانية والتي تضمن حقوق الشعوب والطوائف والمذاهب والإثنيات. اليوم الكل يعلم أنه سكان عفرين هم من الكرد، تركوا أراضيهم وتركوا بيوتهم وتهجروا قصرا، منهم من قتل ومنهم من أودع في السجن ومنهم من تهجر إلى شمال وشرق سوريا ومنهم من تهجر إلى الداخل التركي. بناء المستوطنات ليس حل وليس هو المساهمة في إنقاذ الوضع كما تسميه تركيا بأنه منطقة آمنة أو ما إلى ذلك. التغيير الديموغرافي أنه نجيب أهل إدلب ونسكنهم بمدينة عفرين ونأخذ أهل عفرين ونسكنهم بالقامشلي، هذا منافي للواقع الجغرافي السكاني، ولا يمكن أن يثق أحد بتلك الفصائل التي تقف أو تسيطر على مدن عفرين ومناطق الشهباء والباب. شاهدنا ما شاهدنا من كافة أشكال الانتهاكات من قبل الفصائل المدعومة من قبل تركيا وهي ممثلة بالحمزات أو العمشات. هذا خلق حالة رعب لدى المواطنين السوريين المهجرين بأن يعودوا إلى تلك المناطق خوفا من الاعتقال والإيداع بالسجن ومن ثم الابتزاز ماليا ومطالبتهم بالفديات.